شفت أكتر من هيك وقاحة. الرجعيين رح يلمع نجمهم. هلأ رح يتحدونا ويقولوا الدولة معنا. الدكتورة رنا سافرت بوقت غير مناسب. طيب دكتور، أحكي مع باقي الزملاء بلا ما يعطوهم مجال. إذا فلتت الأمور من إيدينا رح تصير فوضى. لنشوف الدكتورة رنا شو رح تعمل مع هالخبر. هي برات البلد سافرت؟ ما رح ترجع؟ لا أكيد رح ترجع، بس إذا ضلت هونيك بتفضل علينا. المهم ما يجينا ألعن منا، دائما في الألعن. ماشي بنات، أنا رايحة بشوفكم. موفقة. بالإذن. سهيلة، برأيك ليش الدكتورة راحت؟ يعني بسبب عمو إبراهيم؟ من هداك اليوم ما عاد بينت، أكيد بسببه. يلا دكتور وصل بشوفك. يا شباب سكروا لي هالكتب. سكروا الكتب. حاليا ما في محاضرة بنوب، ظرفي صعب. أنا مضغوط كتير لأني عم بضطر اتعامل مع ناس أنا ما بحب اتواجد معهم بنفس المكان بنوب. مين قصده؟ لا تتطلعوا ببعضكم هيك، عم بحكي عن زميلاتكم المحجبات. انتو من بداية السنة عم بتناضلوا باسم شخص بينتمي لوحدة من أخطر المنظمات الرجعية، وما بعرف كيف قدرتوا تسجلوا بالجامعة، بس لما حاولتوا انكم تحصلوا على حريتكم صادرتوا لي حريتي وقيدتوني. والحقيقة ما رح أقدر أعطي محاضرات وأنا هيك. باختصار وجود المحجبات بيعمل لي توتر. سكر عيونك دكتور، ما خطر عبالك هالحل؟ أو دير ظهرك منسمع، مو مشكلة. ولد تافه، طلعوا من المدرج فورا، أنا ما رح بلش درسي لحتى يطلعوا المحجبات. دكتور بترجاك لا تعمل فينا هيك، نحن ما أذينا حدا لتكرهنا، يعني شو اللي بيوتر إذا في حجاب على راسنا؟ حاضر، وهي أنا تحجبت، بتحب أطلع هلأ؟ حاجي تخبيص، أنتو شلون عم تسمحوا لهيك رجعيين أنني أسروا عليكم؟ حضرتك جاي تعطينا محاضرة، بس الظاهر مو ملتزم بالقسم، إذا نسيانه بذكرك أقسم أنني لن أسيء استخدام الحقوق والصلاحيات التي منحتني إياها شهادة الطب وسألتزم بها، وأن أقضي حياتي في خدمة الإنسان، وأن أحترم حياة الإنسان وأحافظ عليها دائما، وأنني لن أستخدم معلوماتي ضد الإنسانية، وأتعهد بأن لا أفشي أي سر عرفته في مهنتي، وأن أحترم أساتذتي وكافة زملائي في المهنة. الدين، الجنسية، القومية، أقسم ألا تؤثر علي في ممارستي لمهنة الطب وألا تشكل فرقاً أو تمييزاً لدي، وسوف أمارس مهنتي بكل صدق وكرامة، وأقسم بشرفي على أن ألتزم بهذا القسم. واضح دكتور، واضح أنه في واحد عقله محجب، أنت، وإذا بتريد تطلع لبرا. لا 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 لا